كلنا بنتعرض للضغوط النفسية والعصبية، سواء في الشغل، سواء في البيت، سواء في التعامل مع الناس. أنا هكلمكم النهاردة عن حمد أميني، نادرا ما حد يتكلم عنه، وأنا الصراحة بعتبره كنز، فهو بيعمل على تقليل القلق والتوتر وبيعزز الاسترخاء. ومش بس كده، ده بيعمل لي حاجة اسمها الاسترخاء اليقظ، يعني هبقى هادي وبرتاح البال وفي نفس الوقت مركز. فهو بيعمل على تحسين الأداء العقلي وبيحسن المعرفة وبيزود الدقة في العمل. ولو أخدته مثلا مع كوباية قهوة قبل ما أروح الجيم أو قبل ما أروح العمل الصباح، فهو يحسن الأداء بتاعي جدا. ومش بس كده، ده بيزيل الآثار السيئة للكافيين، يعني مش هيمنع زيادة ضربات القلب اللي يسببه الكافيين، القلق والتوتر، وهيمنع المشاكل دي كلها. وكمان هيحسن من الانتباه وهيحسن من الثقة في النفس. والدراسات اللي اتعملت عليه في الأطفال اللي عمرهم من 8 ل 12 سنة لقينا ان هو بيحسن جدا من حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه عنده. الحمض الأميني اللي بتكلم عنه النهاردة هو الإليسيانين، والإليسيانين متوفر بتركيزين 100 أو 200 ميلي جرام. وفكرة عمله ان هو بيعمل على تعزيز موجات الفا في المخ، وموجات الفا دي مسؤولة عن ازالة التوتر والقلق وبتعزز الاسترخاء، يعني هتخش بالليل في النوم بشكل بسيط وهادي، وفي الصباح هتديك نشاط وحركة ودقة في اداء العمل. والإليسيانين هو موجود بشكل حصري في الشاي الاخضر، موجود في الشاي الاحمر، لكن في الشاي الاخضر موجود بنسبه كبيره جدا، وده سر العمر الطويل لليابانيين والصينيين، لان هم بيداوموا على شرب الشاي الاخضر بصوره كبيره جدا جدا في حياتهم. وكمان اكتشفوا ان هو بيقلل اعراض ما قبل الطمس عند النساء. تابعني عشان يصلك كل جديد بخصوص سلسله الاحماض الامينيه اللي انا بتكلم عنها، ولو عندك اي تعليقات سيبهولي في الكومنتات وانا هرد عليك.